السلام عليكم ورحمة الله. بونجور. البلا ديالنا اليوم هي هادي لي بات ايطاليان كانيلوني، كتجي رائعة، كتجي محمرة زوينة. بونجور. نوتخ غوسيت دوجوردوي سي دي بات ايطاليان كانيلوني. Vous pouvez la présenter avec une salade. Bon appétit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakati. Bonjour. اليوم غادي نديرو واحد الاكله ايطاليه. هادو سميتهم كانيلوني دي بات. غادي نعمروهم بلي زيبينار، البصله، ريكوتا، فرماج، صوص طوماط. هادو باش غنديرو لاصوص بيشاميل، طحين، الحليب، الزبدة، البزار، موسكا، دوسيل. فوالا سا سي لي زانغغيديون كون فا فيغ بوغ نوت روسيت. لي زيبينار، كانيلوني، لي زونيون، ريكوتا، فروماج رابي، صوص طوماط. بوغ لا بيشاميل فو لو لي، فارين، دو بوغ، du sel, muscade et du poivre. غتاخدو واحد البصله محكوكه رقيقه وجوج ريوس ديال الثومه وواحد معلقه ديال الزيت ديال المائده. On va prendre un oignon avec une gousse d'ail ou deux gousses d'ail, une cuillère de l'huile à table de table. Vous laissez cuire quelques minutes. غادي ناخدو واحد نص كيلو ديال لي زيبينا، demi kilo d'épinards. غادي نديو نجيبوه شويه في العافيه. غادي نحط ان تي بو دو سيل، شويه ديال الملحه، ان تي بو دو بواف، ديروا شويه ديال البزار. غادي نبداو نديو ونجيبو غير بشويه على ما طيب واحد 6-7 دقائق. و va le laisser un peu sur le feu 5 à 6 minutes pour pas trop les cuire. و j'aime pas les bouillir dans l'eau، ما كنبغيش نسلقهم لان الفوائد ديالهم كلها كتمشي مع الماء، اما فوروهم ولا ديروهم بحال الطريقه هذه. الا سلقتوهم كترميو داك الماء اللي فيه الفوائد، ما ماشي هذاك. دابا غادي نغطي عليهم واحد شويه ونخليهم يطيبوا واحد 5 دقائق 6 دقائق. غتاخذوا واحد مطيشه جد واحد كيلو غتحكوا، غديروا المنسمات وميتي لي زير بروفونسيال وميتي ان تي بو دو بواف جوست ان تي بو وميتي ان تي بو دو سيل، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، une cuillère de l'huile d'olive، معلقة ديال زيت العود، وتخليوها طيب واحد 5 دقائق. ولا ليسي كوير بوندون 5 à 6 مينوت. غتشدو واحد المقلة وديرو فيها شوية ديال الزبدة، ميتي ان بو دو دو بور، زالي راجوتي دي شامبينيون. غنجيكي ان تي بو دو سيل، شويه ديال الملحه، واحد شويه. غتخليهم حتى هما يطيبوا حتى يتحمروا واحد شويه. لي ليسي كوير ان تي بو، لي فيغ ان تي بو دوري. هادي زيبينار ديالكم هما دابا طاحوا، جمروا واحد شويه. فوالا نو زيبينار افيك لونيون اي لاي. On va rajouter la ricotta. Alors la ricotta va tenir sous chouïa à la fia. On diminue le feu à fond. On va se faire le wad d'eau. Vous allez laisser les deux ensemble cuire. C'est faire comme à bord d'eau. Ça c'est cool, c'est chalot.
فرقوا عليها واحد شويه. دابا تذوب دغيا دغيا كذوب. هنا غادي تزيدوا الشامبينيون، قطعوا طريفات صغيورين وحمروه بشي شويه ديال الزبده. وغاجوتي فو شامبينيون وميلونج. سي ديليسيو، سا دون ان بون غو. فو كوبي فو شامبينيون ان بتي مورسو، سي بوكو ميو. ولي ليسي روفخواديغ، خليهم حتى يبردو باش تعمرو بيهم هادوك لي بات ديالكم. خليهم يبردو واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة. ديرو واحد 60 غرام ديال الزبدة باش غنديرو لاصوص بيشاميل. 60 غرام دو بور بوغ لاصوص بيشاميل. ولا ليسي فوندغ ان بتي بو. Et on va rajouter 50 g de farine. Zibda diyalna hiya dabet, le beurre a fondu. On va rajouter de la farine. On va vite tourner en vitesse. Et on va rajouter un demi-litre du lait. غادي نزيدو واحد السيترو ديال الحليب. اون فا ميتر لوا دو موسكاد، لوا دو موسكاد ici، اون بتيت كويير، اون بتيت كويير دو سيل اي دو بوافر. اون كويير دو جو دو سيترون، معلقة صغيرة ديال عصير ديال الليمون الحامض. غنبقاو نحركو حتى تعقد لينا شويه. هذا هو القوام اللي خصها تكون فيه، نقصو عليها العافيه واحد شويه. فوالا لاصوص بريت، لاصوص بيشاميل. ما تكونش جاريه، ما تكونش عقده بزاف، يكون فيها هذا القوام. هذاك الحامض راه كيزيدها واحد المذاق زوين بزاف. فوالا هذه كديروها كاع في لي بلا ديالكم اللي كيدخلوا الفران، كاع لي غراتا كديروها كتجي زوينه رائعه. فوالا هي لاصوص طوماط ديالنا وجدات. هذا لو فروماج، هادو الميلونج ديالنا الريكوتا مع الفروماج لي زيبينار، وهادو لي بات ديالنا. اللي بغى يعمرهم بهادو يعمر لاصوص هنا. سولي كي فو يوتيليزي سا يل بو، مو جو بريفير افيك مي دوا عمرهم بيديكم ولا بهاديك لا دوي لي لا بوشيت. هادو مسربين، ديرو شويه هنا عاوتاني كتقلبوهم وكتعمرو هنايا عاوتاني غير بشويه. هلا راه كيجي فيهم واحد المذاق زوين رائع. كدفعوهم هكايا بشويه. هاد لاباط هادي راه ما كتسلقش، هي جاهزه. كاينين اللي خصهم يتسلقوا، هادي لا، هاد الماركه اللي شريت انا ما كتسلقش، كتمشيو معاهم بهذه الطريقه هذه. ما توركوش عليهم بزاف، خليهم يكونوا شويه مهوين. تحطوهم هنا، زيد معاكم هاد الثالثه هذه، راهم ساهلين. اللي ما باغيش يدير الشامبينيون تقدروا تكافاو غير بالفرماج اللي درت ريكوتا مع لي زيبينا. الشامبينيون اللي ما عنده شيء ما يديروش. هلا ما صوركوش بزاف، هلا كيجيو في الطريقه هذه. انا غنكملهم كاملين. نديروا لا بيشاميل هنايا، غادي نبداو نعمرو فيهم. غنديروا لاصوص طوماط، غادي نديروا جوج من هادو، غنديرو فوقهم لاصوص طوماط، نغطيوهم بلاصوص طوماط شويه. غنديرو لا بيشاميل ديالنا من الفوق،
وغادي نديرو ليهم الفرماج. On va mettre la sauce béchamel. On va mettre un peu la sauce tomate. On va déposer les cannelloni. Voilà. On va mettre encore la sauce tomate. On va mettre la sauce béchamel. On va rajouter le fromage au-dessus. Je vais refaire un autre. La sauce béchamel. Un petit peu de sauce tomate. La quantité que vous voulez. Je vais déposer mes pâtes, puis la sauce tomate, puis la sauce béchamel. Je vais mettre du fromage au-dessus. Je vais les mettre au four. On verra les résultats ensemble. هما لي بات ديالنا طابون تحمرو مزيان. شجعوا الميمة، صيفطوا هاد الفيديو لصحاباتكم، بارطاجيو. بغيتو تقدموهم على هاد الشكل كتحطوهم في الطبسيل، كيجي المنظر ديالهم هائل، كيجيو زوينين.